السلام عليكم، أنا الدكتور فراس. سوف نتحدث اليوم بخصوص مرضى الضغط وكيفية الحفاظ على صحتهم خلال فترة الصيام. بالبداية يجب على مريض الضغط الالتزام والتقيد بالجرعات الدوائية، تجنب الجود الزائد، أيضا الحرص على شرب كمية كبيرة من الماء، لتران ونصف إلى 3 لترات بين فترة الإفطار والسحور، والحرص على الحد من الأملاح في الطعام. ومن الضروري تجزئة وجبة الإفطار إلى جزئين من خلال البدء بالجزء الذي يحتوي على سوائل وتمور، أما الجزء الثاني من الوجبة فيفضل البدء فيه بعد 2 إلى 3 ساعات من الجزء الأول، وذلك لتجنب حدوث الأزمات القلبية الناتجة عن امتلاء المعدة المفاجئ بكميات كبيرة. أخيراً، قياس ضغط الدم بشكل دوري خلال فترة الصيام واستشارة الطبيب في حال حدوث انخفاض حاد بضغط الدم. متمنين للجميع صوماً صحياً ورمضاناً كريماً أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.